السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر عاجل، أعلن الفنان هشام عبد الحميد على صفحته الرسمية الفيسبوك، أعلن بكل حزن وأسى مقتل بسملة ابنة صديقي وحبيبي وعشرة عمري الفنان المناضل وجدي العربي في حادث أليم، ونقل الفنان وجدي العربي بالمستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية حادة بعد سماعه خبر ابنته. سمع خبر ابنته أثناء تصويره إحدى حلقات برنامجه في المهجر. الفنان وجدي العربي من مواليد 27 أغسطس سنة 1950، يعني عنده تقريبا 75 سنة، حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتغل في التمثيل يعني قسم تمثيل وإخراج، واشتغل في وزارة الثقافة وفي مسرح الطليعة. الفنان وجدي العربي من أسرة الأسرة كانت تعمل في مجال التمثيل. أبوه الفنان الكبير عبد البديع العربي كان في فيلم العار، كان قايم بدور الأب لحسين فهمي، لنور الشريف، لمحمود عبد العزيز، لإلهام شاهين. أبوه من مواليد 10 أكتوبر 1912. العائلة من محافظة كفر الشيخ. ووجدي العربي لي أخوه الفنان محمد العربي وكاميليا العربي وألفة العربي. والمعروف أن الفنان محمد العربي هو زوج الفنانة المعتزلة، والفنان المعتزل طبعا محمد العربي زوجته الفنان المعتزلة هناء ثروت، وأخته كاميليا كان زوجها المخرج فتحي عبد الستار. في لقاء لأخته ألفت مع المذيعة الإعلامية بسمة وهبة في البرنامج القاهرة والناس، قالت أخته ألفت إن انضمامه للجامعة الإرهابية وكان بياخد منهم فلوس وكان بينشر أفكار إرهابية في الدولة، وأسند إليه تهمة محاولة اغتيال النائب العام، كان بيحرض على قتل المواطنين وقتل ضباط الشرطة وقتل ضباط الجيش، وده اللي أكدته أخته في كلامها. كان من ضمن المعتصمين في اعتصام ربعة، فأخذ كفنه معاه وكان كاتب مشروع شهيد، وبعد كده هرب من الاعتصام ربعة إلى تركيا ومنها إلى بانكوك في تايلاند. طفولة وجدي العربي كانت طبعا طفولة مميزة في بيت فني. أبوه طبعا الفنان الكبير عبد البديع العربي وأخوه محمد العربي، فكان بارع في السينما منذ الصغر. اشتغل مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم نهر الحب هاني، كان طالع ابنها مع الفنان زكي رستم وعمر الحريري وزهرة العلا. أول أفلامه فضيحة في الزمالك سنة 58 اللي اتعرض سنة 59، كان مع بيرلانتي عبد الحميد وعمر الشريف. واللي فتح لي أبواب الفن هو جوز خالته أنور المحمودي، وده كان مكير في الأفلام. اشتغل في فيلم نادية اللي كانت فيه سعاد حسني طالعة بدورين، بعدين اشتغل في عدة أفلام زي ما فيش تفاهم، لن أعترف، سبع بنات بين القصرين، حيرة وشباب، آخرهم مسلسل كليم الله سنة 2013. له حوالي 124 عمل سينمائي. الفنان محمد العربي وزوجته هناء ثروت وألفت وكاميليا إخواته دول إسلامهم وسطي. الفنانة المعتزلة هناء ثروت جابت له عروسة اسمها هويدة ممدوح أحمد بكري، منتقبة سنة 1995 تم الجواز وجاب منها بنته الوحيدة بسملة. والهويدة كان عندها 25 سنة وهو كان عنده 45 سنة. رحلة كراهيته للفن، راح هو ومراته وأخته ألفت للشيخ الشعراوي، فالشيخ الشعراوي قال لهم سكين، فقال له سكين ايه؟ قال له السكين دي الشيخ الشعراوي، قال له ممكن اقطع بيها تفاحة، ممكن اقطع بيها اي حاجة، وممكن برضو اعمل بيها جريمة للقتل. بعدين الشيخ الشعراوي قال لهم اللي هو حلال موجود في الحياة هو حلال في الفن، وما حرم في الفن حرم في الحياة. بمعنى مثلا ان احنا ما حرم على المرأة ان هي تمسك ادراج، اللي حرم على المرأة مصافحة الرجال، اللي هو الخلوة بين الرجل والمرأة، ده حرام برضو في الحياة وحرام في الفن. ما أشبه ذلك في الفن زي البوس والأحضان والحاجات دي كلها حرام. نزل الفن وجدي العربي وإخواته، بس إخواته وسطيين، هو اتجه إلى نظرة الدين بالإرهاب أو تعلق الدين بالإرهاب. لنا أخته انضمامه للجماعة الإرهابية، وكان بياخد منهم طبعا فلوس كتير. كل ساق يسقى بما سقى. الفنان وجدي العربي من يومين كان كاتب بوست أو تويتر
متشمت فيها في موت ابن الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي في موته، وكان بيتكلم بكل شماتة: اليوم يسقى بما سقى. والمعروف عن الأستاذ الفنان وجدي العربي إن هو دايما بيهاجم وبيكفر الفنانين، زي ما هاجم الفنان ممدوح عبد العليم وهو متوفي وكان بيدعي عليه، وده كان سبب هجوم الفنان الراحل هشام سليم عليه وهو شغال على تكفير الفنانين. لا شماتة في الموت ولا يجوز أبدا الشماتة في الموت، هكذا علمنا ديننا الإسلامي. واللي مش مع وجدي العربي فهو وضده في التفكير وفي المعتقدات وفي الأسلوب، فهو بيكفره. الناس كلها داخلة في الفيس كلها بتقول ربنا سائه من نفس الكيس، وده يا جماعة ما يصحش، علشان كل نفس ذائقة الموت. المعروف انه هو كان خاطب الفنانة إلهام شاهين في أول حياتها الفنية، ولكن هي فضلت الفن. قال إن أبوها هو اللي رفضه، إلا إن هو طلع وقال لا، أبوها كان راجل محترم جدا وإنسان فاضل، وكان رافض أصلا دخولها الفن، وكان في قصة حب بينه وبين إلهام شاهين، ولكن فضلت التمثيل والفن على حبها. اللي عايز أقوله في آخر الفيديو إن الموت كاس وكل الناس شاربه، وما يصحش أبدا إن إحنا نتشمت في موت، لأن النهاردة عندك بكرة عندي، وهو هكذا هي الحياة كده، يعني الحياة كده، موت فوق رؤوس العباد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن كان موت عبد الله ابن الفنان حسن يوسف فيه عظة، وفيه الموت دايما بيبقى فيه عظة للأحياء، فموت برضو بنت وجد العربي فيه عظة للأحياء، وهي حياتنا كده، حياة وموت، ميلاد وفاة. ولا يصح أبدا أن نفرح في ميت، يمكن مات النهاردة، يمكن أنت تموت بكرة. أشوفكم في فيديو آخر.